الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. عزيزين قتان الكاتب المحلي شبيبة العدالة والتنمية بمدينة آسفي، شكرا لجريدة آسفي الآن على زيارتها هاتي وحسن تواصلها وتفاعلها. في ظل اللحظة الحرجة التي يمر منها وطننا الحبيب والعالم بأسره، ومن باب المسؤولية أتقدم بكلمتي هذه. في البداية أتقدم بكل الشكر والتقدير والامتنان المستحق إلى كل من حتم عليه واجبه المهني أن يكون في الصفوف الأمامية من رجال ونساء الصحة والأمن الوطني والدرك والقوات المساعدة والسلطات والوقاية المدنية، وكذلك رجال التعليم، وإلى كل من ساهم للحد من هذه الأزمة سواء بشكل مباشر أو بغير مباشر. وكذلك لا أنسى أن أتقدم إلى المواطن المغربي الذي أبان عن معنى الحقيقي للرقي من خلال ما جسده من تضامن ومن تلاحم ومن التزام بكل الإجراءات والتدابير الصادرة عن مؤسسات الدولة. وأدعو بالخصوص سكان مدينة آسفي على الاستمرار والالتزام بمنازلهم وعدم الاختلاط والالتزام باستعمال الكمامات الطبية. وكذلك لا أنسى أن أنوه بصفر حالة التي تعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت تعتبر ثمرة جهود جميع مكونات المجتمع. وأمام هذه النعمة هناك نقمة، يجب علينا أن نأخذ كل الحيطة والحذر، وأدعو المواطنين أن يقوموا بالتبليغ عن كل الحالات والوافدين الغير القانونيين من خلال اتصال بالسلطات أو المصالح المختصة، وذلك لأن آسفي الآن أصبحت محطة أنظار العديد من المدن المجاورة لنا التي تعاني من الوباء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم هذا الوباء. بالتالي ومن جديد أقول للمواطنين، تماسكوا فالفرج قريب وسوف يزول هذا الألم إن شاء الله. وفي الأخير وآخر كلمة يمكن قولها، ابقى في دارك تنفع بلادك وناسك، والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.